عباره عن ايه. عاوزين نشوف ابلكيشن للتايم انترفال انلايزر، اللي هو الابلكيشن ان انا اقيس الترانزنت ريسبونس للفولتج كنترول اوسيليتور. لو جينا الاول اتكلمنا على التايم انترفال انلايزر، انتوا قبل كده نفترض ان انا عندي سيجنال اس اوف تي، الاس اوف تي دي عباره عن بيور ساين. لو جينا وصلتها بأوسيلوسكوب المفروض اشوف شكلها عامل ازاي على الأوسيلوسكوب. هتطلع عباره عن ساين زي ما احنا متعودين. ليه؟ لان الأوسيلوسكوب بيرسم ايه؟ امبليتيود مع التايم. ده فولت فيرسس تايم. دي من ايه؟ نيجاتيف ايه؟ وعندي ده عباره عن واحد على اف نوت. لو جيت رسمت نفس السيجنال دي بس وصلتها بسبكترم انلايزر. السبكترم انلايزر بيعرض ايه؟ بيعرض السبكتر اللي هو ايه؟ اللي هو الباور مع الفريكونسي، اللي هو عباره عن الماجنيتيود بتاع الفورير ترانسفورم سكويرد. لما اجي ارسمها هنا عندي هتطلع شكلها ازاي؟ المفروض الساين بتطلع عامله ازاي في الفريكونسي دومين؟ تو بالسز عند اف نود وعند نيجاتيف اف نود، بس احنا هنا هنشوفها عند كام؟ عند اف نود بس، لان انا ما بشوفش النيجاتيف فريكونسي. الامبليتيود هنا هيبقى كام؟ اي سكويرد على 2 اللي هو الباور بتاعتي. ماشي. بالنسبه بقى للتايم انترفال انلايزر، هو انا هنا بيبقى عندي يا اما شغاله تايم دومين يا اما شغاله فريكونسي. الميزه في التايم انترفال انلايزر ان هو بيخليني ارسم فريكونسي مع تايم. ده اكسس فريكونسي وده اكسس تايم. طب الساين ويف دي الفريكونسي بتاعتها بتتغير مع التايم ولا ثابت؟ ثابته. يبقى لو جيت رسمتها على التايم انترفال انلايزر المفروض تطلع عامله ازاي؟ يبقى دي سي خط ثابت كده عند الاف نود. انا عشان اشوف امكانيات الجهاز ده هعمل ايه؟ هدخل له انبوت عباره عن سيجنال بتغير الفريكونسي بتاعتها مع التايم. اللي انتوا خدتوه الفريكونسي بتاعته بتتغير مع التايم؟ الاف ام سيجنال. فهندخل له الانبوت عباره عن اف ام موديليتي سيجنال بالشكل ده. دي كانت معادلة ال اف ام موديليتي سيجنال في التايم دومين. في الاكسبيرمنت هنا المسج عبارة عن سكوير ويف. يبقى الاف ام موديليتي سيجنال بتاعتي كانت بتبقى عاملة ازاي؟ كنا بنقول انها عبارة عن ساين ويف مثلا واسعة وبتضيق. بترجع واسعة وبتضيق. دي في الايه؟ في التايم دومين. ماشي. طب لو انا شفتها على التايم انترفال انلايزر يبقى ده فولت فور سيستم. لو شفتها على التايم انترفال انلايزر المفروض اشوفها عامله ازاي؟ هحاول اجيب معادله الفريكونسي بتاعت الايه؟ الاف ام موديليتي سيجنال. كانت الفريكونسي بتاعت الاف ام عباره عن ايه؟ بفضل الكلام ده فتطلع اف سي زائد كي اف على 2 باي في الام اوف تي. فكنا بنعرف حاجه اسمها الدلتا اف. الدلتا اف دي عباره عن ايه؟ الماكسيمم بتاع الترم ده، كنا بنسميه الماكسيمم ديفيشن. فكان بيبقى الكميه دي عباره عن ايه؟ كي اف على 2 باي في الام ام اكس، اللي هي تعتبر ايه؟ فانكشن من الهاي بتاع الام اوف تي اللي عندي. طب دلوقتي لو جيت رسمت بقى على التايم انترفال انلايزر المفروض يطلع لي ايه؟ يطلع لي المعادله دي اللي هي اف ال. انا برسم فريكونسي مع تايم، فمعادله الفريكونسي عندي اللي هي اف سي زائد كي اف على 2 باي في الام اف تي، اللي هي عباره عن ايه؟ المسج شيفتد وسكيلد. فلو وصلت بالتايم انترفال انلايزر المفروض يطلع لي حاجه بالشكل ده. دي اف سي زائد دلتا اف ودي اف سي ماينس دلتا اف. الكلام ده تمام لو انا شغاله ايه؟ لو انا شغاله مثلا اندايركت اف ام. مش احنا عندنا الاف ام موديليشن كان نوعين، كان في دايركت وكان في اندايركت. الدايركت اللي هو ايه؟ في سي او. في سي او دي اختصار لايه؟ فولتج كنترولد اوسيليتور. يعني ايه؟ يعني عندي الاوسيليتور بيطلع فريكونسي معتمده على الانبوت فولت اللي داخله. طب الاندايركت ده كان عباره عن ايه؟ اللي كنا بنقول عليها الارمسترونج ميثود.
اللي انا بجنريت نارو باند اف ام اللي هي شبه الاي ام، وبستخدم بعد كده ايه فريكوينسي مالتيبلايرز عشان اجيب الايه الفاينل اف ام بتاعتي. طب دلوقتي المشكلة عندي في البي سي او هي ايه؟ البي سي او ده اوسيليتر، فلازم يكون ليه ايه؟ ليه تايم كونستنت، ما بيقدرش يغير الستيت بتاعته مثلا من لو لهاي مرة واحدة، فبيبقى اللي بيطلع عندي افكتيف بيبقى حاجة زي كده. بالشكل ده. ففي عندي ترانزيت ريسبونس، فبنعرف الماكسيمم اوفرشوت. الماكسيمم اوفرشوت هو ايه؟ الفرق بين البيك في الريسبونس وما بين الستادي ستيت، يبقى ده الماكسيمم اوفرشوت. عاوز اعرف الساتلينج تايم، المفروض الساتلينج تايم بيقول لي ايه؟ من اول ما بتبتدي تتغير، نفترض انها من هنا لغايه ما تبقى وذين كام؟ 2% بلس اور ماينس 2%. هي تقريبا اول ما بتبتدي تثبت، لان انت ما بتعرفش تجيب ال 2% على الايه على السكرين، فده مثلا يبقى ده الساتلينج تايم من اول ما بتبتدي تتغير. فده اللي احنا هنقيسه، يعتبر بارامترز الايه للبي سي او اللي عندنا. ماشي. طب دلوقتي لو جينا بصينا على الاجهزه، احنا عندنا ايه؟ عندي طبعا لازم في مسج وفي موديليتر. انا هنبتدي نفتح ده الفانكشن جنريتور ده اللي مسج. عاوزين نظبط الفريكونسي بتاعت المسج، هدوس فريكونسي. هو كاتب لي هنا 100 كيلو، بظبطها ازاي؟ انا عندي هنا سويتشات. السويتشات بتمثل الخانات اللي عندي. بس نفترض ان انا هغير مثلا في السويتش ده، فوق بكبر تحت بصغر. بص هنا ده انهي خانه؟ العشرات. ده كده مثلا 110 120، هنرجعها تاني ايه؟ عندي الخانه الثانيه نفس الحكايه دي البحايج. بعد كده دي ايه؟ دي اللي هي الميات. فانا كده هظبطها 100 كيلو، ده عندي زرار الرينج. انا عايزه مثلا اخليها 10 كيلو، بدوس تحت، عايزه اخليها ايه 100 كيلو، بدوس ايه فوق. ده بالنسبه للفريكوانسي. الديوتي سايكل، الديوتي سايكل 50%. ايه هي الديوتي سايكل؟ اللي هي نسبه الهاي للتوتال بيريد بتاعتي. ماشي. بعد كده عندي الامبليتيود، مش اتاكد ان زرار الامبليتيود هو اللي متداس، عشان ايه؟ عشان ده بيعمل اثنين فانكشنز. فالامبليتيود 800 مللي، ده الماكسيمم بتاع السيجنال بتاعتي. والاوفست بزيرو، لان انا عاوزاها ايه؟ الافرج بتاعها بزيرو، ما تبقاش متشفته. ثرا سكوير ويف اهي، لازم يبقى في زرار اسمه الديسيبل، هنبقى نلغيه في الاخر قبل ما نفتح التايم انترفال انايزر. دلوقتي السيجنال دي داخله على ايه؟ على الموديليتور بتاعي. نفتح الموديليتور، داخله على الموديليتور هنا صح؟ داخله على انهي انبوت؟ على الانبوت اللي مكتوب عليه اف ام بي سي او. يبقى ده اللي بيعمل اف ام موديليشن. احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل دايركت اف ام، فاختار ايه؟ اختار بي سي او. نيجي نشوف فريكوينسي الكارير. فريكوينسي الكارير كام؟ 10 ميجا. هو مديني هنا كام؟ 1000 هرتز. فانا عندي برضو زرار رينج هنا، ابتدي اغير فيه كيلو لغايه ما جبت ايه؟ 10 ميجا. ماشي. لو عاوز اغير في القيمه بغير من ايه؟ من النوب اللي عندي. هنشوف الامبليتيود مثلا 10 مللي، فهنخليه ايه؟ 1 فولت. والاوفست برضو ايه؟ 0. شكل الكارير ايه؟ ساين ويف، ما تلعبوش فيه. تمام. فكده السيجنال ايه؟ مظبوطه. ما هختار نوع الموديليشن وايه الكلام من هنا. افتح التايم انترفال انلايزر. ماشي. دلوقتي اول حاجه هدوس بريسيت، ندوس بريسيت لغايه ما علامه الايرور دي ايه تختفي. تمام. ماشي. احنا عاوزين نقيس ايه؟ فريكوانسي مع تايم. فهاجي اول خانه، لازم اي خانه بغير فيها لازم تكون منوره، لان التايم انترفال منور. هخليه ايه؟ هخليه فريكوانسي. فالفريكوانسي دي اني ده هنا سوفت كيز، فبشوف اني خانه عندي فريكوانسي 1 2 3 4، هدوس على زرار الرابع. بعد الفريكونسي هعمل ايه؟ هنزل عند اوتوماتيك. يبقى عشان اخلي اوتوماتيك منوره هنزل بالاسهم، خليت اوتوماتيك اهو. اختار ايه؟ سامبل. دي خطوات يعني موجوده في الورق يعني، بس
ملهاش معنى قوي بالنسبه لكم. اخترنا سامبل، بعد ما اخترنا سامبل اخترت ايه انترفل سامبل، هلاقي ان فتح لي تحت حاجه اسمها ايه السامبل ارم. هنجيب السامبل ارم بالشكل ده، هنا كتب لي القيمه كام، قال لي خليها 100 نان. جيت من الزراير كتبت ايه كتبت القيمه. بعد كده بختار ايه، لو دوست نيوميريك بيبين لي القرايات اللي هو ايه اللي هو خدها جدول، بس انا هختار ايه جرافيك. طلع مش حلو. لا تايم فاريبل، تايم فاريبل. لا لا ايوه صح ايوه وعين كونكت ده تخليها اون. بقى الاول اول ما فتحت لقيت الايه الهيستوجرام. الهيستوجرام ده نوقف نعمل الاول ايه ندوس سنجل وريبيت هنوقفها. ماشي هنوقف السيجنال وبعد كده هنغيرها. الهيستوجرام بيعمل لي ايه، بيشوف لي زي الستاتستكس بتاعت الداتا البي دي اف بتاعها البروبابيلتي دنسيتي فانكشن. البروبابيلتي دنسيتي فانكشن كان بيبقى عندك ايه اكسبيرمنت بتكررها مثلا 100 مره وتشوف كل اوتبوت طلع لك كام مره. نفس الحكايه هنا، المفروض يطلع عندي 2 بيكس. 2 بيكس ليه؟ لان المسج بتاعتي هاي ولو ليها قيمتين، المفروض مثلا معظم الوقت يا هاي يا لو، فبيبقى في 2 بيكس مسلول وبعد كده مسك القيم الصغيره للترانزيت. عشان كده بقول دي مش طالعه مظبوط. ماشي نيجي نوصل كونكت داتا اون. ماشي دي الغلطه دي غلطه 100 مايكرو سكند. المفروض 100 نان. فايه فدي كده لو جينا تحت هنا جبنا 100 نانو دوسنا جرافيك تمام تمام وجبنا الهيستوجرام هيطلع الهيستوجرام ايه مظبوط فعلا الديتا. ماشي هي لازم السيتنجز في الاول تبقى مظبوطه عشان خاطر انا ما بق... ماشي دي بقى في اكسبيرمنت 2 نبقى نشرح الموضوع ليه لازم يبقى الويندو بتاعي مش صغير. طب ايه الرقم اللي هو ال 100 نانو اللي احنا كنا مختارينه في الاول ده؟ انا عشان اجيب الفريكونسي مع التايم بعمل ايه؟ بقسم السيجنال لفريمز وكل فريم احسن الفريكونسي بتاعه. فده عرض الفريم بتاعي 100 نانو. فحجمه صغير. ده انا كبرت الفريم شويه بعمل افريج للقرايات. يعني مثلا ايه بدل ما مثلا انا عملته 100 مايكرو اخدت 1000 قرايه فجبت الافريج بتاعها. عشان كده تلاقي الارقام ايه بتيجي بايظه مني. نيجي جايبين تاني جرافيك جبنا الهيستوجرام هغير هنا تايم فارينج ده في الخانه المربع التاني فادوس على الزرار التاني بالشكل ده. خلاص عملنا كونكت داتا مثلا ممكن عاوزها نقط او عاوزها كده. بعد كده جريد ده برضو تحط في الخلفيه. بعد كده هنغير من فوق الويندو اللي فوق ده عامل زي ايه زي التوبار بتاع الويندوز. عندك مثلا ايه فايل اديت فيو فاي اختيار بتختاره من هنا بيفتح لك الدروب منيو بتاعك. فلما غيرت مثلا من مين دي اختيارات مين لو خليت ده ماركر هلاقي اختيارات ايه ماركر طبعا. انا عندي ايه في الماركر عندي اتنين ماركرز وعندي اتنين اورينتيشن يبقى انا ممكن اقيس في الاكس وفي الواي. مش دلوقتي احنا هنا بنقيس في ايه بنقيس في الاكس. فلو جيت حركت مثلا المربع الماركر المربع هجيبه فين هجيبه كده مثلا عند البدايه اهي. ماشي عاوز اجيب الماركر التاني اجيبه هنا ايه جبته كده مثلا. خلاص بعد كده اخلي الماركر ايه دلتا تجيني الفرق ما بين الاتنين ماركرز. نرجع للماركر الاولاني ده هنا بيقول لي ايه ده قياس الماركر المدور فدي قرايته تحت هنا. ماشي لو انا جبت دلتا هجيب لي الفرق ما بين الاتنين ماركرز. لو جيت غيرت الماركر وعملت زوم عشان اقدر اخد قرايات مظبوطه شويه فممكن اعمل ايه زوم ان فاختار مثلا زوم ان اراوند ايه الماركر المدور هو ده. فكده اقدر ايه ابتدي اظبط القرايات بتاعتي. فجيت مثلا الماركر المدور ده اقول ايه ماشي ده خليه هنا ماشي مش مشكله زي ما هو بس الاولاني ده عاوز يجي شويه فخليه عشان القراية تبقى ايه تبقى مظبوطة شوية. خلاص فكده اقدر ايه بعد ما خلصت اعمل ايه زوم اوت. فكده جبت الدلتا تي اللي هي تمثل لي الساترينج فانكشن. نيجي نجيب الاوفر شوت عاوزة اجيب الاوفر شوت يبقى عاوزة اقيس في الواي فهعمل ايه جايبة دي كده ابتدي ايه احرك الماركرز بتاعي ده برضو الستادي ستيت وده هنا ايه اجيب التاني بالشكل ده
وهو يجيب لي دلتا اللي هي تقريبا ايه 500 ميجا هي كده عشان تبقى الارقام ايه اهي مظبوط دي 472 ايه ماشي بس كده الاكسبيرمنت اف ام في التايم دومين بتبقى عامله ازاي بتبقى المفروض انها سيجنال بايه بتوسع وتضيق بالشكل ده ماشي فانا هنا بشوفها على ايه على الاوسيلوسكوب بس انا مش شايفاهم عشان خاطر الفريكوانسي رينج بتاع الاوسيلوسكوب ما بقدرش اشوفهم جنب بعض فبشوفهم فوق بعض فتحسوا هنا ان في ايه في اتنين ساين بس اتنين ساينز يعني بصوا هنا قريبين من بعض هنا وصلوا عن بعض زياده هنا وصلوا عن بعض زياده هما ايه هما مختلفين عن بعض فدول واحده منهم تمثل الفريكوانسي بتاعت اللو واحده منهم تمثل الفريكوانسي بتاعت الهاي بس برضو هنا ايه الاوسيلوسكوب مش كويس ان انا اقيس الاف ام سيجنال فيه انا مش عارفه اجيب البارامترز بتاعتي من عليه فمحتاجه ان انا استخدم ايه محتاجه ان انا استخدم التايم انترفال انالايزر خلاص كده